المنشآت الرياضية في مدينة تعز لم تشفع لها مدنيتها أمام الاجتياح المسلح لميليشيا الانقلاب التي بدورها ذهبت لاحتلال باحاتها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومراكز لتخزين أسلحتها وعتادها العسكري، وأيضا مواقع لشن هجماتها على أحياء المدينة، لتتركها بعد ذلك كما ترون أثرا بعد عين. تمتلك مدينة تعز إلى جانب الإرث الثقافي والتاريخي والتعليمي مقومات رديفة جعلت منها قبلة للمدنية وبيئة حاضنة للعيش والتعايش السلمي. أبرز تلك المقومات الرديفة وأكثرها حضوراً النشاط الرياضي بكل مسمياته ومفرداته. هذه المفردة المضافة لسابقتها جعلت ميليشيا الانقلاب ترمي بكل ثقلها التدميري على بناها التحتية، وركزت بشكل مباشر على مكامن الإرث الثقافي والرياضي على حد سواء. في محافظة تعز كان العائق الأكبر لدى هذه الميليشيا وجود وعي كبير لدى أبناء محافظة تعز، فكان هذه مثل لهم عائق كبير، فحاولوا مسخ هذه الثقافة والوعي لدى أبناء محافظة تعز، فكانوا يستهدفهم بشكل كبير، لجامعة تعز، للجامعات، للمدارس، للأماكن التعليمية، المعاهد التعليمية، للمنشآت الرياضية. الآن تجد أنه أكثر قطاعات تضرراً بآخر محافظة تعز القطاع الرياضي بمختلفه، القطاع التعليمي سواء يعني معاهد علمية ومهنية إلى جانب الجامعات، هذه أكثر الأماكن تضررت. فهذا بلا شك يعني أنه كان استهداف مباشر للمحافظة من خلال استهداف هذه الأماكن التعليمية والأماكن التي تمثل أماكن يعني تنوير لأبناء هذه لأبناء المحافظة. وكان تعز لابد أن تكسر شوكة هذه المدينة، هذه قاعدة كل مش القاعدة الإرهابيين أو الفصيل الإسلامي، لا، قاعدة أساس كانت للسياسيين للمثقفين عبر التاريخ، مش من الآن، منذ الدولة الرسولية. تاريخ اليمن في العصر الأوسط معه 130 سنة، هي فترة حكم الدولة الرسولية من تعز، غير كذا ولا للشعب اليمني تاريخ. إمام يقتل أخوه وإمام يسمل عيون ابنه علشان ما يطلعش بداله، يفقد شرعية إلى آخره، وقبيلة تحارب أخرى وقبيلة تسرق قبيلة. هنا 230 سنة علم من هذه المدينة من تعز. نادي الصقر الرياضي أحد أهم الأندية الرياضية في اليمن، والمدرسة الكروية المرموقة، قلعة الكؤوس وبيت الشباب الأول، متنفس المدينة وعشق أبنائها الأزلي. لم يشفع له تاريخه العريق ولا مدنيته البحتة عند ميليشيا الانقلاب التي سعت منذ الوهلة الأولى لاجتياح المحافظة إلى السيطرة عليه وتجريده من هويته. يعتبر المنشأة الأكبر رياضياً داخل مدينة تعز، داخل المحافظة بشكل عام، هي المنشأة الأكثر تجمعاً للشباب، المنشأة التي كانت تحتضن آلاف الشباب، المنشأة التي تحتوي على الكثير من الألعاب واحتضانها للعديد من الألعاب الرياضية. كان المتنفس الأكبر لشباب محافظة تعز يعني نادي الصقر،
كونه المنشأة الأكبر والتي تحتوي على الكثير من المرافق، فكان هو المتنفس الوحيد يعني بعد ملعب الشهداء. لكن ما يميز نادي الصقر أنه تحتوي على العديد من الألعاب مثل السلة والطائرة والتنس وأيضا ألعاب القوى. فكان نادي الصقر يعني يعتبر المنشأة الأكبر داخل محافظة تعز، أيضا هو من أكبر المنشآت الرياضية على مستوى يعني الجمهورية، من حيث البنية التحتية، من حيث عدد المشاركين من اللاعبين واحتضانه للفئة الأكثر لآلاف من الشباب داخل النادي. كان أحد أهم ثلاثة معالم في المدينة، وكان متنفس حقيقي حتى ليس للرياضيين أو لأبناء النادي فقط، ولكن كان متنفسا المجتمع التعزي، رجال وسيدات وأطفال، فكانوا يحضروا الجمعة يحضروا، وكانت إدارة النادي تمنحهم دخول مجاني لكي يتنفسوا بعضا من مشاعرهم الطيبة من خلال هذا النادي. مثل الموقع الاستراتيجي لمنشأة نادي الصقر المرتكز الأول لأهداف تلك الميليشيا، باعتباره يقع على مرتفع يشرف بشكل مباشر على المدخل الجنوبي الغربي الرابط بين المدينة ومنطقة التربة جنوب المحافظة، والخط الغربي المعروف بخط تعز الحديدة. وبالفعل استطاعت تلك الميليشيا أن تحكم قبضتها على عنق المدينة والسيطرة النارية على معسكر اللواء 35 والمطار القديم القريبين منه. النادي يمثل حلقة وصل ما بين التربة وتعز وجهة هجدة، والخط الدائري الذي يروح إلى المطار. يعني موقع النادي موقع استراتيجي يحيث على تعز من حيث جبل صبر، من حيث الهشمة، من حيث سبر الشرقية اللي هي العروس، من حيث المدينة. كان كبديل لمعسكر 35 مدرع، فكان يعني كونهم الاثنين في المنطقة الغربية، فكان هو قبل يتم السيطرة على اللواء 35 مدرع كان يعني مركز الانطلاق الميليشيا والمجندين لديهم هو نادي الصقر. أيضا كان مركز لإطلاق العديد من القذائف للمدينة كان من نادي الصقر. النادي كموقع استراتيجي عسكري لا غبار عليه، أولا لأنه مرتفع، وثانيا لأنه فيه أماكن للاستخباء، أماكن للتخزين زي ما قلت، وأماكن للانطلاق، وأماكن للتدريب، وأماكن للتغذية، وأماكن لمعسكر يعني بشكل جاهز، وملعب للتدريبات. ربما اختاروا نادي الصقر نقول بعناية لموقعه على تبة مسيطرة على منطقة بيرباشا على مداخل المدينة، سواء الخط المتجه على الحديدة المطار القديم، أو الخط المتجه على طريق الضباب، أو الخط المتجه على الجامعة في اتجاه معبر الدحي وصينا، كذلك يشرف على التجمع الذي كان تجاري ربما في بيرباشا أيام الحصار على المدينة، وكان يعتبر كأنهم سوق تجاري جملة رغم المنع والحصار. أصبحت ميليشيا صالح والحوثي من خلال تواجدها في منشأة نادي الصقر الرياضي المتحكم الرئيس بغرب المدينة، وسعت إلى اتخاذ مبانيه مخازن لأسلحتها، ومن مساحته الشاسعة موقعا تدريبيا لعناصرها أنشأت فيه معتقلا لأبناء المدينة، ومنه صدرت الموت عبر قذائفها إلى الأحياء السكنية في عمق المدينة. في بداية الحرب حينما دخلت الميليشيا إلى النادي، طبعا
الميليشيات استهدفت جميع المنشآت الرياضية في دخولها وجعلها سكنات عسكرية، منها ينطلق الموت لأرجاء المدينة، البعض منها كانت محل لإطلاق القذائف والقنص منها، والبعض الآخر كمراكز التدريب والحجز، ومنها كان نادي الصقر. ففي بداية الأمر حينما دخلت هذه الميليشيا تعرضت هذه المنشآت بالبداية للنهب. اولا يعني ربما من نوع انه استخدموه كموقع عسكري، نصبوا فيه بالدبابات ونصبوا فيه بمعداتهم العسكريه، ربما دباباتهم لم يسلم منها صبر، ولم تسلم منها الضباب، ولم تسلم منها المدينه باحيائها. هدفهم ربما القتل، هم مارسوا كل العنف سواء كان على صاحب التجاره صاحب المحلات او سواء على الماره، كان يعتبر نوع من المعتقل، كان يقلب إلى نادي الصقر من كل الاتجاهات المحيطة للنادي بسبب أو بغير سبب. يوم بعد آخر ونهم الميليشيا العبثي يزداد بحق عابري السبيل وساكني الديار. تفاقمت حالة الناس وزادت الأوضاع سوءا، وأصبحت أدوات الموت تصدر دون رحمة. هنا كان لابد من وضع حد لتلك الممارسات ودك أوكار التحصينات، فكانت الخطوة الأولى استدعاء تدخل طيران التحالف العربي. الساعة 13 إذا الصاروخ الأول جاء ضرب داخل النادي، إذا الطيق نزلت لفوق، قمت صحت صيحة لم أصح مثلها قط. خرجت للباب، في كان واحد المؤذن بالغرفة ساكن، غرفة اللي في بلان معهم الكمبيوتر داخل وأمور داخل هناك يعني بالغرفة، جيت وقدوا ماسك للباب، قلت تمام معنا هذا، جلس انا وما زال بالله، والثاني ضرب، نزلنا نتخبى الحمامات، وثقينا والغبار قتل منت الحمامات. هم السبب الرئيسي في نسف المباني بسبب انهم استخدموا النيه كمراكز للتخزين وايواء والسكن لميليشياتهم، كذلك دباباتهم اسلحتهم الموجوده في النادي. عندما استهدفهم طيران التحالف أدى إلى آثر ربما على الجيران وعلى والسبب الرئيسي الحوثة. وسعت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية نطاق سيطرتها والتقدم إلى حي بير باشا، أعقبها انهيار مفاجئ في صفوف الميليشيا، حدث على إثره اندحرت الميليشيا من موقع نادي الصقر الرياضي. القصة أساساً كانوا من أول ناس، وبعدين جاءوا حوتين، بعدين جاءت آخر الأمن الخاص، جاءوا يطلبوا مني مفاتيح أقل حمام، قلنا ما عندنا مفاتيح، أنا قد معابش أقفال، وعن القفال إلا بالاندرابات. سمعت لنا بعد الأمن الخاص لما جاءوا لهنا وطلعوا يمسكون الجامعة مع جلسوا ليومين وانسحبوا، ساروا بدون قتال، والجماعة نزلوا لهنا بالسيارات ويلا قولات هنا وأغاني، والمهم وفرح والسرور هنا داخل الشوارع، وهذا ذهبوا لهم مفرق شرعب. عندما وصلنا بعض النساء رغم أنه كان لا يوجد ربما شبه خالي المكان الذي يسجدوا في الشوارع حمدا وشكر لله على خروجهم، الذي يجي يوصف لك بأنه كان يمنعك أنك تمر بكيلو طماط في الدحي، وإذا في بعض الأوقات إذا رفضت أو حاولت يأخذك بالقوة إلى نادي الصقر، وكان كأنه غوانتنامو تعز. خرجت الميليشيا من موقع النادي، وهناك خلفت وراءها مشاهد مهولة من الدمار والخراب.
مبانيه الإدارية سويت بالأرض، ملعب أخرج عن طور الجاهزية، حديقة أتلفت محتوياتها، كل شيء أصبح في حكم العدم تماما. أكثر منشأة رياضية أقول على مستوى الجمهورية تعرضت للتدمير، الأغلبها بشكل كلي كما تلاحظ، كما تلاحظ أنه أغلب الصالات الرياضية، الصالات الرياضية مدمرة بشكل كلي، المرافق، جميع المرافق تدمرت بشكل كلي، حتى الملعب تعرض للصواريخ وفي منتصف الملعب، و يعني تعرض للتدمير، فجميع المنشآت داخل نادي الصقر تعرضت للتدمير. لا يوجد آثار لهم إلا كل آثار مخزية، سواء كان أدوات النادي ومحتوياته، سواء حتى البنى التحتية للنادي. لقينا مخلفات لأسلاك كهرباء بالكميات، قد لا يوجد في بيت إلا الفاضي حق البلاستيك. ورغم الهالة الإعلامية اللي كان الناس يصور يقول لك الحوثي لا يسرق، الحوثي لا يخرب، الحوثي لا يعمل، الحوثي، لكن هذا كله كلام لا أساس له من الصحة له. وجدنا المضخة حق الماء غير موجودة، وجدنا أشياء كثيرة مدمرة داخل الشبابيك حق البوابات حق الحراسة منتزعة، سواء البوابة الغربية أو البوابة الشرقية المطلة على جولة الصقر. أمام هذه التفاصيل يتماهى الحرف وتعجز الكلمة عن وصف المنظر، كون المنظور يحكي واقعا مؤلما لمنقلب متمرد على الأرض وقصف مكثف من طيران الجو، أمر على إثره توقفت العجلة عن الدوران وتلاشى حلم جيل تواق لممارسة أنشطته وهواياته. طبعا نادي الصقر كان يحتضن الآلاف من الشباب، يعني كل شباب، يعني أغلب شباب المدينة كان يحتضنهم نادي الصقر الرياضي، فتجد أنهم محبين لهذه المنشأة، وتجد أنهم تعلقوا بهذه المنشأة تعلق كبير جدا، ويعني متحمسين وينتظرون اللحظة التي يعودون بها إلى نادي الصقر. لكن الكثير من اللاعبين لا يدرك حجم، يعني إلى الآن لم يطلع على حجم التدمير الذي تعرض له الصقر. كثير من اللاعبين وكثير من محبي هذه المنشأة الرياضية سيتفاجؤون وسيشعرون بالإحباط واليأس حينما يجدون أن منشأتهم التي كانت ترعاهم والذين يعني ترعرعوا في هذه المنشأة يعني وهم ينظرون إلى الكم الكبير من التدمير الكلي الذي تعرض لهم منشأتهم، سيتفاجؤون. يعني كثير من اللاعبين الان لم يستطيع الدخول الى نادي الصقر، الان هو يعني مش مفتوح للاعبين للدخول، فهو مغلق منذ ان تم السيطره عليه من قبل القوات الشرعيه. القناه بلقيس هي اول قناه تصل إلى ملعب، يعني إلى نادي الصقر، وتصور الدمار الذي تعرض النادي. فأعتقد أنه حينما يشاهدون الحلقة تعرض بهذا الدمار، سيتفاجأ الكثير والعديد من اللاعبين والمحبين هذه المنشأة وسيشعروا بالإحباط. نادي الصقر انتهي كمنشأة تعزية، كمنشأة يمنية، مبهج لأبناء هذه المحافظة، وزي ما قلت بوتقة انعتاق أمل، كانت تحس ممكن يكون في حاجة في المستقبل في تعز من خلال تكرار تجربة نادي الصقر، ونادينا بها كثير. نحن وصلنا في إدارة النادي إلى أنه الأب يجيب ابنه للنادي ويقول أمانتكم، وصلنا إلى مرحلة من الثقة بيننا وبين أولياء الأمور، بين أنه هذا النادي تربوي، أنه هذا النادي لا يعبث بأخلاق الناس، أنه هذا النادي لا يريد استغلال لأي غرض، ولكن فكانوا يعني نحن وآخرين يجيب ابنه ويسلموا أمانة لمجلس الإدارة. حصلت كثير. نصيب وافر من الخراب والدمار
نالته البنية التحتية لنادي الصقر الرياضي، وربما هي الأكثر تضرراً على مستوى البنى الأخرى، قد لا يتعافى على المدى القريب، فإعادته كما كان تحتاج إلى تكلفة تفوق المتوقع وتخذل التقدير. النادي الآن عبارة عن مجرد ركام، وهو صورة حية للرياضة اليمنية أولاً، وصورة حية لواقع هذا البلد الذي يأكل نفسه بنفسه. نحن بحاجة إلى نادي جديد جديد. هذا مش ضرر، هذا كارثة. أنت الآن بحاجة إلى ميزانية ضخمة لرفع الأنقاض أولاً، لرفع الأنقاض، وبعد كذا تحتاج ميزانية أضخم لبداية البناء. عددنا دراسات في لجميع المنشآت الرياضية، دراسات بحجم الأضرار وأيضا تكلفة إعادة إعمار هذه المنشآت، ونحن إن شاء الله خلال اليومين القادمين سنكون استكملنا كل يعني الدراسات في هذا الصدد، وسنتم تقديمها للجهات المعنية بداية مثلاً بالسلطة المحلية وزارة الشباب الرياضية ووزارة الشباب الرياضة، أيضا سنقدمها للمانحين، يعني كثير من الجهات المانحة طلبت هذه الدراسة. أيضا سنعمل كل الجهد من أجل إعادة هذه المنشآت الرياضية من أجل عودتها بالشكل الطبيعي الذي كانت عليه. من خلال هذه المشاهد والصور التي يعجز الوصف عن ترجمتها، يتضح أن ما قامت به ميليشيا الانقلاب في تعز ليس حدثا عابرا نتيجة حرب حتمية، ولكن نهج تدميري رسمت أهدافه بدقة وعناية.